بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 168. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الأحكام المتعلقة بالأحوال الزوجية، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن مشكلة هي من أعظم تلك المشاكل، وقد حلها الإسلام حلا شافيا، ذلكم أن الله سبحانه حرم القذف، وهو رمي البريء بفعل الفاحشة، وتوعد عليه بأشد الوعيد، فقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأوجب سبحانه جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال، بأن يجلد 80 جلدة، وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا إذا قذف غير زوجته، فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة. أما إذا قذف زوجته بالزنا فله حل آخر، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة وغضب كما يأتي بيانه. فإذا قذف امرأته بالزنا ولم يستطع إقامة البينة فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وصفته أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، أو يسميها إن كانت غائبة بما تتميز به. ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي بعده: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وخصت الزوجة بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده. ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذفها بزنا، وأن تكذبه في ذلك ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، وأن يتم بحكم حاكم. فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيا لشروط صحته فإنه يترتب عليه أحكام: أولا، سقوط حد القذف عن الزوج. ثانيا، ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا. ثالثا، ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه في اللعان بأن قال: ليس هذا الولد مني. ويحتاج الزوج إلى اللعان إذا رأى امرأته تزني ولم يمكنه إقامة البينة، أو قامت عنده قرائن قوية على ممارستها الزنا، كما لو رأى رجلا يعرف بالفجور وهو يدخل عليها ويخرج من عندها. والحكمة في مشروعية اللعان للزوج لأن العار يلحقه بزناها وبقائها معه، ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبول عليها، فلم يبق سوى تحالفه ما بأغلظ الأيمان.
فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته وإزالة للحرج عنه. ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها. وإن نكل الزوج عن الأيمان وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه الأيمان المطلوبة صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها. قال العلامة ابن القيم، وهو الذي يقوم عليه الدليل ومذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فيحكم بحدها إذا نكلت، وهو الصحيح ويدل عليه القرآن وجزم به الشيخ وغيره انتهى. والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر أنه لما سئل عن المتلاعنين أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت لا والذي بعثك بالحق نبيا إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوات الله وسلامه على من أرسله رحمة للعالمين، أبلغ الرسالة وبين البيان المبين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المستمعون، بهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.